هي رصدت عبر صفحتي الشخصية وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مقتل لجندي قبطي اسمه أندرو عجيب. أندرو يعتبر هو الحالة 13 لقبطي يقتل داخل وحدته سواء العسكرية بالجيش أو الأمن المركزي، ويدعون أو يطلقون بعد ذلك مسمى أنه انتحار. أندرو عجيب هو من قرية الحديدية بسوهاج، وأثناء تأديته الخدمة العسكرية في وحدته بالأمن المركزي قتل في ظروف غامضة، وأثناء تأديته للواجب الوطني للأسف قام الضابط المسؤول عنه بالتعليق عن الحادث وقال هي عملية انتحار. طب وإيه اللي يدعو للانتحار؟ ما الذي يدفعه للانتحار؟ في حين إن كل أصدقائه، وأنا تواصلت مع أكثر من حد من أصدقائه ومن قرايبه، أدلوا إن هو ولد مؤمن أو متدين جدا ومحب للمسيح، ليس له أي فكر اكتئابي أو يعني يشعر بأي ضيق عشان يدفع هذا إلى الانتحار. معانا للتعليق على مقتل أندرو عجيب الأستاذ طنوسة مسعد وهو خاله. أستاذ طنوسة مسعد معايا تليفون؟ ألو؟ أستاذ طنوسة؟ أستاذ طنوسة مسعد؟ أهلا وسهلا بحضرتك. معلش ممكن تديني تفاصيل أكتر عن مقتل أندرو؟ يعني مثلا ملابسات المقتل بتاعه، هل هو انتحار ولا مقتل؟ لأن أنا عرفت إن حضرتك كنت موجود واستلمته من المشرحة وعارف تفاصيل أكتر يعني. فيا ريت تطلعنا على المعلومات اللي عند حضرتك. هو يا فندم اتصل في يوم الحادث يوم الساعة 11 أو 12 كده بالتقريب. نعم. بأبوه وبأمه وإخواته. نعم. وفاجئنا حوالي الساعة 2 لأن القائد بيقول إن هو انتحر. قائد الوحدة. أيوه، ده دلوقتي تاني يوم 24. هو سقط يوم 18. 18 مايو. ويوم 24 قال إن هو انتحر. إزاي الساعة 11 يتصل واللي اختفى ب 12؟ يعني كده ويجي الساعة 2 يقول انتحر، وهو كانت علاقته مع زمايله كويسة، وهو كان حاضر الحفلة بالليل وكان مرح، وبعدين مفيش حاجة تدل على إن هو ينتحر، اشمعنى المسيحيين اللي هم يروحوا ينتحروا؟ احنا عندنا يا استاذ طنوسه 13 حاله من ضمنهم اندرو، انا هستعرضهم بس بعد مكالمه حضرتك، بس هو فعلا ولا حاله فيهم تدعو الى الانتحار، كلهم حالات قتل وتم التعرف من خلال جثثهم على رصاصات في الظهر ورصاصتين وثلاث رصاصات في الجسم، يعني مش معقول واحد هينتحر بثلاث رصاصات ولا يضرب نفسه من الظهر. يا فندم ده هو علاقته كويسه، ولا هو كان ماسك سلاح ليه دلوقتي انكر ان هو ماسك سلاح ليه؟ طب ما هو خط في الضغط. طب وهو يعني سمعنا ان هو عمل ايه يا فندم؟ ان هو كان خد السلاح ودخل اوضه السلاح. طب مش المفروض دخل جاب السلاح واخر دخل عمل نقص؟ طب هو مأخر، مين هيستلم منه السلاح؟ مش المفروض ده مين بيستلم منه السلاح يا فندم؟ مظبوط ولا هي عصايه هرميها في الاوضه؟ مظبوط، فكلام متضارب يا فندم، بين ان انتحر واحد يقول لك دخل السلاح واخر، وواحد يقول مش عارف ايه، كلام متضارب. وازاي انت حكمت عليها سياده القائد ان هو انتحر؟ وانت شفت ازاي؟ ومين شاف؟ والعلامه لانه يعني حاجات كثيره متضاربه يا فندم. طيب تسمح لي يا استاذ طنوسه، انت طيب انت حضرتك رحت استلمته من المشرحه؟ ايوه يا فندم. معلش هل اطلعت على الجثه؟ لا في من فوق يا فندم، من الجنب ما طالع. طيب يعني انا عايز بس اعرف هل الجسم فيه طلقات رصاص؟ كم طلقه؟ سبب الوفاه نفسه لا ايه ما يعني؟ طلقات، دي هي الشرع اللي حددها.
طب انت حضرتك طلعت على تقرير طبيب شرعي ولا لسه ما اصدرش؟ لا لسه ما طلعش التقرير. اه احنا عاوزين نجاح في التطبيب الشرعي، وعاوزين العداله والشفافيه في العداله، ونطلب من كل المسؤولين سياده الرئيس والناس ورئيس الوزراء وكل الناس تتدخل في الموضوع ده، لان في حالات اتكررت. وسمعنا الاطباء ينتحروا، ما كانوش انتحروا في بيوتهم وبعيد، انتحروا بعد ما وينتحر بعد ما استريح. طيب تسمح لي بس أسألك سؤال مهم جدا يا أستاذ طنوسة، هل ما فيش أي حد من أصدقاء أندرو في الوحدة بتاعته أشار إن هناك إشكالية أو خلفية يعني عدائية ما بينه وبين أي حد من زمايله أو قائد الوحدة؟ يعني ما فيش أي شبهة لشخص معين هو اللي ممكن يكون أنبأ قتل أندرو؟ نعم يا فندم، هو ما وضحش، بس اكيد في حاجات. ومن هو عادته في الصعيد ما حدش حكى ان هو قدام اهله ان هو اتخانق ولا في حاجات مش عارفه، اه بس هو اكيد طبعا في حاجات. لكن هو فاهم يعني زمايله كانوا يشكروا فيه يعني، وهو لما يقعد في مكان بيخليه مرح يعني، ما بيعملش هم. هو الولد حتى في الملامح يعني بتاعته هادية وبسيطة، ولد لسه في مقتبل العمر يعني أعتقد 21 سنة أو 22 سنة، يعني يمكن أصغر من كده كمان، يعني 22 يا فندم، هو 22. مخي فيه لما يقعد في المكان بيخليه مرح. طيب تسمح لي يا أستاذ طنوسة، يعني هل في إجراءات قانونية أو قضائية ستتوجهوا بيها؟ طبعا انا عارف ان انتوا هتبقوا منتظرين تقرير الطب الشرعي، بس يعني هل في اي اجراءات انتوا ممكن تقدروا تقوموا بيها خلال الفترة القادمة لضمان حق اندرو؟ احنا يا فندم مع حضرتك، احنا يعني زي ما بنقول احنا عاجبين، احنا ما عاجبناش يعني، يعني الناس احنا ناس بسطة، احنا عاوزين حد يساعدنا وياخد يعني حقه. بس احنا يعني ناس عاوزين ان هو احنا عاوزين شغال حد، ان هو ان العدالة والشفافية ان تكون الناس كل الجهات اللي هي مختصة من سيد الرئيس حتى المحامي العام رئيس الوزراء وزير الداخلية، كل الحاجات دي لازم تكون في شفافية في الموضوع ده، لأن ده موضوع غامض. الشرطة لما بتغمض على حاجة ما كانش في حد يتكلم وحد يدافع وحد من الناس الجهات المختصة هتضيع، وده حق الناس. وبعدين يا فندم بني معايا ابني داخل معاه، انا خوفني من الناس الثانيه. انا يا فندم انا كبير في ابنه وابني ده معاه. أنا مع حضرتك جدا يا أستاذ طموحة. انا دي كل الناس اللي هي مسؤوله يا فندم ان هي تتدخل في هذا الشأن. طيب أنا الحقيقة هتابع مع حضرتك بشكل شخصي حتى يعني قضية أندرو عجيب لحد إن شاء الله ما يرد حقه ويعرف مين الذي قام بقتله وإيه دوافعه في قتل هذا الشاب الملائكي يعني الهادي وفي وحدته بالامن المركزي بدون دافع اكيد وبدون اي يعني خلفيه سابقه، لان انت بتحكي ان اندرو نفسه كان على تواصل مع اهله وما اظهرش ليهم اي مشكله او ازمه بيتعرض ليها من قبل احد داخل الوحده، وايضا الولد كان في حاله فرح وسعاده ما فيش اي دافع ان هو يقوم بالانتحار. انا بشكرك جدا للمداخله يا استاذ طنوسه، وهتابع مع حضرتك بشكل شخصي نتائج التحقيقات اللي هتتم والتقرير الطبي الشرعي بعد ما يصدر ان شاء الله. اسمحوا لي بس استعرض معاكم، لان هي اندرو مش حاله واحده ولا فرديه، دي ظاهره 13 حاله من سنه 2006 لحد 2019 لاباط بيقتلوا داخل الوحدات البتاع العسكريه او الامنيه بتاعتهم، وبيتم تعليق او تم يعني الحجه ان هناك ما يسمى بانتحار حدث لهم. طيب لو خلينا نقبل بفكره الانتحار رغم ان هي فكره يعني غير مقبوله عقليا، ما الذي يدفع هؤلاء للانتحار؟ ما هي الضغوط النفسية التي تعرضوا ليها داخل وحداتهم وهم شباب في مقتبل العمر، منهم ناس كانوا مخطوبين أو في مرحلة خطوبة وداخلين على جواز بعد ما يخلصوا الخدمة العسكرية بتاعتهم وبينتحروا، طب ما الذي يدفعهم للانتحار؟ ما الدافع؟ ما هي الأسباب أو الأحداث التي دفعتهم إلى الانتحار إذا كانوا انتحروا؟ ولكن هم لم ينتحروا، هم قتلوا. وانا شفت بنفسي صور لبعض منهم مقتولين برصاصتين وثلاثه، مش حد بينتحر برصاصتين ثلاثه، واحد فيهم واخد رصاصه في الظهر زي كامل
واحد فيهم مذبوح وسوري يعني مقسوم جسمه زي هاني صاروخيم، وده يعتبر اول حاله تم التعرف عليها في 2006 من ناجح حمادي من هنا. خليني استعرض معاكم، عملت بحث حول الاباط الذين قتلوا داخل وحداتهم كان العسكريه او الامنيه وسمي بعد ذلك هذا انتحار. خليني مثلا اقول عندنا اول حاله تم الوصول ليها، ودي حالات على فكره مش كله، مش كل الحقيقه، احنا بس ما قمنا برصده. مجند هاني صاروخيم، هاني صاروخيم نصر الله من قريه الرحمانيه، قتل في اغسطس 2006 من خلال قائد وحدته بعد محاولات كثيره في اسلمته وهو رفض، وتم العثور عليه ملقى قتيلا بمياه نهر النيل بجوار مركز ناجح حمادي، واظهرت على جثته علامات تعذيب وانقسام في الجسم كله، يعني في حد ذبحه وفتح جسمه كله من اول، يعني من اول الراس او من منطقه الرقبه لحد اسفل جسمه. ايضا في نفس العام بالتحديد في 18 سبتمبر 2006 تم اعلان عن وفاه المجند جرجس رزق يوسف مقار، وقيل انها وفاه نتيجه هبوط حاد في الدوره الدمويه. في اغسطس عام 2013 تم اعلان عن وفاه المجند ابو الخير عطا ابو الخير، واخبرت الشرطه العسكريه اسرته انه انتحر. طلبت الاسره تشريح جثمان لوجود شكوك بانه تم قتله، خاصه بعدما رواها المجند من اضطهاد من قبل قياداته العسكريه بالوحده بسبب الدين. ايضا في حاله اخرى تناولتها الصحف المصريه عن خبر بمقتل مجندين قبطيين في 2014 داخل وحدتهم بالجيش في ظروف غامضه ولم يستدل فيها عن اسباب الوفاه، مع وجود تقارير طبيه معلنه عن اسباب اعتبرها ذويهم غير حقيقيه. من بين هذه الاسباب انتحارهم، اسرتهم نفسهم ما قبلوش بالكلام دوت. واحد تاني قال تم قتله بالخطا نتيجه مشاجره مع مجند زميلهم، حتى لم يستدل او لم يعلم لدى اسره المجندين مين اللي قتلهم والاحكام التي صدرت لمن دعي ان هو قتل احدهم بالخطا. الاثنين اتقتلوا في وقت واحد، واحد قتل بالخطا وواحد انتحار في وقت واحد. اواخر اكتوبر 2016 تم اعلان عن مقتل المجند هاني عيد عبد الملاك وشهرته بشوي داخل وحدته العسكريه، الا ان اسرته قالت ان كان هناك خلافا مع احد زملائه، وبعد كده تم حبسه في مكان واحد. وفي ليله الاربعاء 18 نوفمبر 2016 دخل اليه مجند وقام بقتله، واكد ان الاهالي ان المجند قام بقتل بشوي وتعليقه على السور الحديدي بتاع الشباك الاوضه اللي كان فيها، يبدو الامر انه انتحار. ورفضت الاسره استلام الجثه لوجود اثار ضرب واضح عليه، وطلبوا بتشريح الجثمان من قبل الطب الشرعي. ايضا تم وفاه المجند بهاء جميل ميخائيل برصاصتين في الصدر، وهو عمره 24 سنه، من قريه رزقه بالدير المحرك باسيوط. قيل انه انتحار، وصرح احد اقاربه ان بهاء قال لهم ان الاجازه الجايه يا اما هتزوروني في السجن يا اما مش هتشوفوني تاني. يعني كان برضه واضح ان في ازمه تقع ما بينه وبين احد وربما قياداته العسكريه داخل الوحده بتاعته. وايضا اهله بعد استلام متعلقاته وجدوا رسائل تهديد على موبايله بدون رقم محدد. وزملائه في الكتيبه قالوا ان هو دخل مكتب الخدمه في الساعه 5 عصر يوم الثلاثاء قبل وفاته بيوم، ولم يخرج من هذه الوحده او هذا المكتب قبل الساعه 5 فجر الاربعاء. كان جالسا طوال هذه الساعات بمفرده، وبعدها سمعوا صوت طلقات ناريه فدخلوا المكتب وشاهدوا بهاء جالسا على كرسي وبه رصاصتين نافذتين وسلاحه بين قدميه. طبعا محدد طريقه القتل، وبعد كده تلفيق التهمه دي ان هو انتحار. في فبراير 2016 قتل ايضا مايكل جرجس وهو من محافظه اسيوط، وقيل انه انتحر برصاصه في صدره من خلال سلاح النيل، حيث تلقى اهله اتصال هاتفي انه اثناء وجوده في الخدمه باستاد شبين الكوم الرياضي تم قتله، او كما قيل لهم انتحاره، ونقل الى مستشفى شبين الكوم التعليمي
وحرر المحضر بالواقعة واختارت النيابة للتحقيق المباشر. في 2015 تم أيضا قتل المجند بهاء سعيد كرم بقوة الأمن المركزي، وفي 2017 تم قتل المجند القبطي جوزيف رضا حلمي، وفي 2017 أيضا قتل المجند كامل كمال إبراهيم، اللي أنا بقول لحضراتكم إن هو خد رصاصة في الظهر نفذت من الصدر، وقيل بعد كده إن هو انتحار. أيضا أنا تابعت مقتل المجند ماثيو سمير في مارس 2018، وماثيو سمير ده كان من قرية بالوط قوم حريز ب أعتقد المنيا، و بأنا آسف، وجاء توزيع ماثيو في الجيزة ومنها للخدمة في نادي قصر الأهرام اللي في شارع الهرم، وكان قائد الوحدة اسمه أيمن محمد أحمد الكبير دوت اللي قال بعد كده إن هو انتحار. الملابسات الخاصة بماثيو أنا متذكرها عند تدخلت في هذه القضية بالتحديد، هو ما كان واقف بسلاح غير حامل طلقات، لأنه كان سلاح ده واقف في نادي جوه كمان حمام سباحة، وكان في كاميرات بتراقب حمام السباحة دوت. وهو قيل ان هو قتل نفسه من خلال سلاحه الميري، سلاح غير حامل طلقات ناريه، ولا يستدعي ان هو يحمل طلقات ناريه وهو بس متواجد يعني بشكل كده روتيني او تقليدي للحراسه قدام حمام السباحه. طب فين كان فيها كاميرات مراقبه؟ فين كاميرات المراقبه عشان نشوف هو اتقتل ولا انتحر؟ تم حفظ كل ذلك، حتى اسرته لم تطلع على كاميرات المراقبه. فاحنا واصلين دلوقتي ل 13 حاله معلنه لقبات قتلوا داخل وحداتهم العسكرية أو الأمنية، ولم يتم التوصل إلى الجناة، لأن قيادات الوحدات أو المؤسسات المحترمة ديت أصدرت بعد كده تصريحات إن هم انتحروا. إذن ما الذي يدفع مجندين قبات للانتحار داخل وحداتهم العسكرية إذا قبلنا بهذا الكلام الذي لا يعقل ولا يقبل؟ أرجو من الجهات المسؤولة في الدولة، كان مؤسسات القوات المسلحة أو مؤسسات وزارة الداخلية، بالتحقيق المباشر والفوري في هذه الحوادث، لأن احنا كآباط الذين نضحي وندفع ثمن تضحياتنا من أجل الوطن بنفتح صدورنا للإرهاب حتى نحمي الوطن واستقراره وأمنه، لكن لا يجب أن نتلقى رصاصات الغدر من الخلف من قيادات وحداتنا أو من زملائنا في الوحدات لمجرد أن نحن مسيحيين أو نحمل هوية تختلف عنها. يجب على الدولة وعلى رئيس الدولة فتح التحقيق الحيادي والمباشر والعادل في مقتل المجندين الآباط داخل وحداتهم العسكرية أو الأمنية.